على هذا المسار للدراجات الهوائية تمتزج التكنولوجيا بالطاقة المستدامة. في هولندا افتتح أطول مسار للدراجات الهوائية بطول 330 مترا يولد الطاقة الشمسية. هذه الألواح تعمل بكفاءة عظيمة تقارب 75% من كفاءة تلك المستخدمة على أسطح المنازل، وهذه كمية كبيرة جدا من الطاقة. مشروع سولار رود أو طريق الشمس عبارة عن مسار خاص للدراجات يتكون من وحدات خرسانية مزودة بألواح شمسية تغطيها طبقة رقيقة من الزجاج لمنع وقوع الحوادث، بالإضافة إلى مادة خاصة تغطي السطح الزجاجي لمنع الانزلاق. لقد صنعنا الألواح الشمسية في مصنع خاص ودمجناها مع الألواح الخرسانية في الطريق، وبالتالي أصبح لدينا طريق شمسي من عنصرين، الألواح الشمسية وطريق عام. ما يميز هذه الطرق هو عدم احتياجها إلى مساحات شاسعة من الأراضي، كما يمكن وضعها بجانب تجمعات سكنية كبيرة. هولندا تشتهر بها، إلا أن هذا الطريق الذي افتتح مؤخرا هو الأطول في العالم. تنتظره خطط مستقبلية واعدة تشتمل على استعمال الطاقة المولدة منه لإضاءة الشوارع والبيوت مباشرة.